Undang-Undang Pidana. تصرف مصر كثير من دول الدرج ومجرد خطأ من الشيء فقط أن العملية تعتقد بترسل من الفترة الإدارية لها تجربتها وشهديتها وتركتها أكثر معينة تختلف تماما عن تحكيم القضاء والمنصوص عليها قادة الوحيد المسلمين. كذلك شعب التسليم من الشعب فحدد المشجع مصاصة وأمالية لفترة أكثر معينة لا مجال مقارنتها بالتسكين ونصف عليها قانون الاستقرار المدني. اما بالنسبه لتسيير الدوله فيما يخص التسكين اي من حيث مدى وجود هذا التسكين فهذا الامر يطرح واحد من الاشكاليات ولكن يمكن تقيس ذلك بمشكلة أساسية هو أن الدولة لا يمكنها أن تلجأ إلى التسكين دون أن تحافظ على سيادتها. وأساس ذلك هو أنها تتعلق بنصف قانونية مظلمة حددت مجالات التسكين وحددت المجالات التي لا يجب التسكين فيها خلافا لبيت الفصل 110 111 حتى في الحدث الذي يمكن للدولة أن تمنع التسكين فإن المشاريع حدد آلية معينة ومفروض يدعي مراعاتها حفاظا على كما انه بسنه باليات المراقبه القضائيه في مجال التسجيل فيه كذلك احتفاظ على سياده الدوله بهذا الاطار وبشروطه. شكرا. أعطي الكلمة للأستاذ عبد الحليم صح. بداية